يا هلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا نحن مستمرين في تغطيتنا، هذه التغطية الخاصة اللي نحاول نحيشكم فيها طبعا بأجواء العيد من مختلف مناطق المملكة، ولكن الآن عندنا ضيفة مميزة في الاستوديو. بالفعل تنضم لنا في الاستوديو الفنانة شيخة البدر، حياك الله معنا. كل عام وانتم بخير. بألف خير طبعا، مساكم الله بالخير والنور، ونحب نمسي على كل جمهور ام بي سي طبعا، ونقولهم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وان شاء الله عساكم العايدين يا رب. الله يسلمك. كيف اجواء العيد معك؟ يعني تعرف اجواء العيد بين الاهل واليهال. كذا فعلا. طيب شيخه، انت في البدايه يعني بداياتك كانت مع المسرح، وبعدين بعد كذا دخلتي للدراما، فبين المسرح والدراما وين لقيتي نفسك اكثر؟ شوفي، أنا بالمسرح ابتديت مسرح، بعدين اتجهت لمسرح الطفل، حسيت عمري وايد موجودة في مسرح الطفل، بعدين اتجهت للدراما، وحالياً مستمرين مع الدراما. وكيف تجربة الدراما الخليجية إذا تكلمنا عنها بشكل عام، كيف تشوفيها في الوقت الحالي الآن؟ شوف، الدراما الخليجية بالعكس ما شاء الله متطورة وايد وايد حلوة، وفي الكويت مثل ما نقول ما شاء الله عليهم خلال السنة ينتجون أكثر من 30-35 عمل، والحين ما شاء الله السعودية بعد، فتطور احنا دائم. ممتاز ممتاز. طيب مسلسل الدريفة، الديرفة. الديرفة الديرفة من مصطلح المريحان المرجحة. يا سلام، أعطينا القصة في المسلسل. هي قصة رومانسية، حب بين بنت وشاب، وما يصير نصيب بينهم، وبعدين تتزوج أخوي، وخلي الجمهور يتابع، ما بيأحرق. طبعاً يوم أمس كان ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، الله يرحمه يا رب، وأنت كنت مشاركة في مسلسل أبو الملايين، طبعاً هو يعد من آخر أعمال صحيح. طبعاً كيف شفت الفرصة، يعني كونك موجودة برفقة نخبة من كبار الفنانين، ومن ضمنهم طبعاً الفنان عبد الحسين عبد الرضا؟ طبعاً الله يرحمه ويغفر له، وبعدنان ما أقدر أنساه لأنه أعطاني فرصة عمري، هو يعتبر هذا الثاني عمل لي، فمن عقب هالعمل أنا مثل ما نقول انفتح طريقي بالفن، وعطاني كانت فرصة وايد كبيرة، كان حاس شايف فيني الممثلة الشاطرة مجتهدة، فكان دوري وايد صغير وهو كبر الدور، فما أقدر أنسى وقفتي قدام هالنجم هالعملاق، يعني الله يرحمه ويغفر له يا رب. إن شاء الله. طيب في 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 أحد لقاءاتك التلفزيونية ذكرتي قضية أو قصة، إنه إذا أنا أكون عشان أكون نجمة من نجوم الصف الأول لابد أكون في الكويت. يعني ليش في الكويت تحديدا؟ شوف، أنا في مسيرتي الفنية ابتديت في الإمارات، وما أنكر هالشيء، بالعكس أعطوني فرصة وايد كبيرة وفرصة وايد حلوة، بس نرد ونقول الكويت هي عاصمة الفن، هي بوليود وهوليود، يعني الفن من الكويت. كلام كبير، بوليود وهوليود الخليج يعني خليج الكويت. يعني هو لا، احنا ما يعني ما ننكر اي دوله او اي ديره، انا اشتغلت سعودي، اشتغلت كويتي، اشتغلت اماراتي، اشتغلت اردني، جميع اللهجات اشتغلتها، حتى مصري اشتغلت، بس الكويت ما شاء الله عليها، عندهم انا من ساعه قلت ان عندهم نسبه انتاج كبيره ما شاء الله، يعني ينتجون في السنه اكثر من 30-35 عمل، هذا الشيء يساعد الفنان انه يحصل بدل الفرصه فرصه وفرصتين وثلاثه. ممتاز، يعني الكويت نقدر نقول ان الزخم الموجود فيها هو ما يصنع النجوم في وطننا العربي. اكيد. يعطيك العافيه. طيب الاعمال اللي الان تحضرين لها شيخ، اعطينا لمحه عنها. شوفي، انا حاليا عندي نصين معروض علي عملين، قاعدة أقرأ الشخصيات اللي فيها، قاعدة أشوف شنو أقدم شيء أحسن من اللي قدمته، يعني أنا السنة اللي طافة السنة هذه في رمضان ما شاء الله اشتغلت أكثر من عمل، حصلت فيهم مثل ما نقول نقلة حلوة، نجاح حلو، فقاعدة يعني ناطرة أشوف شنو الشيء المناسب، وإذا كان العملين اثنينهم مناسبين بشتغلهم اثنينهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. على طار الأعمال الرمضانية، دايم يمكن نشوف على الشاشة الخليجية في رمضان أنه في عدة أعمال تتواجد أسماء معينة وتتكرر، إيش هالقصة؟ أنتوا من وسط هذا الموضوع، أعطينا هالقصة، ليش في أسماء معينة دائما ما تتواجد رغم أنه في عمل وعملين وثلاثة وهالأسماء موجودة فيه؟ هذه نغزة يعني عشان السنة هاي أنا ثلاث أعمال والرابع ضيفة؟ لا لا، شوف، في بعض الشركات المنتجة عندهم شلالية بعضهم، والبعض الآخر لا، يعتمد على المؤلف أو المؤلفة أو المخرج، يشوف أن الممثل هذا وهو قاعد يكتب هذا الدور لشيخة،
أنا بجيب شيخة، شيخة تكون موقعة في عمل ثاني، فتضطر إنه يكون عندها عمل وعملين وثلاثة، لأنه يعتمد إن المخرج شايف شيخة في هالدور، أو المؤلفة أو المؤلف شايف شيخة في هالدور. فمو شرط إن تكرر الأسماء في أكثر من عمل إن كلهم شلالية، لا مرات يعتمد على المؤلف والمخرج كرؤية. ممتاز. طب من بين كل الأدوار اللي مثلتيها شيخة، إيش العمل اللي حسيتيه أو الدور اللي حسيتيه إنه أقرب لشخصيتك، وأيضاً إيش هو الدور اللي تتمني إنك يوم تمثلينه؟ شوفي، اللي حسيته قريب لشخصيتي هو مسلسل أمنيات بعيدة، كان ينعرض في شهر رمضان على MBC دراما. شيخة ما في أي ما حسيت عمري قاعدة أمثل. العمل اللي أتمنى يتكرر الديرفة، أنا طالعة شوي شخصية نسرة أقولتهم في الكويت، يعني شريرة. حبيت الدور، حبيت الشخصية، أني أنا قاعدة أمثل كاركتر مختلف، يعني ما أدري، ممكن مختلف عني شوي، يمكن يعني مختلف ولا موجود. حبيت 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 أني يعني حسيت عمري أبدعت فيه، وأتمنى أنه يتكرر إن شاء الله يا رب. أكيد حنتمنى لك مزيد من التألق والنجاح والإبداع. نورتينا وعيدنا سار عيدين بوجودك معنا في الاستوديو. يعطيك ألف عافية. كانت معنا في استوديو دبي طبعا الفنانة شيخة البدر. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.